ونتعرف منهم على الأوضاع هناك. نبدأ بنورهان. مساء الخير يا نورهان. مسي عليكم ومسي على ضيوفك الكرام ومساء الفل على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. طبعا بنحاول وهنحاول نوصف لكم الاجواء من الصباح الباكر. توافد كبير لاعضاء الجمعيه العموميه في الساعات الاولى من صباح اليوم. كمان خلينا نقول ان الشاشه الرئيسيه هنا في قلب النادي امتلأت وامتلأ الناس حواليها والتف الناس حواليها من ساعات كثيره جدا، يمكن من الظهر مثلا اعداد كبيره جدا قاعده وحاجزه اماكنها هنا قدام الشاشه الرئيسيه. كمان خلينا نقول ان الاعمار السنيه متفاوته جدا في النادي والمهتمه طبعا بمتابعه اللقاء التاريخي، وطبعا دايما مباريات القمه بتلقى باهتمام كبير من قبل اعضاء الجمعيه العموميه هنا لاعضاء النادي الاهلي. كمان خلينا نقول لكم انه في يعني ظهور ملحوظ للسيدات والبنات باعمارهم السنيه المختلفه، ويمكن يعني حرصوا ان هم يكونوا في الصفوف الاولى امام الشاشه الرئيسيه. في عده شاشات كمان يعني صغيره كتيره في كل مكان في المطاعم وفي المبنى الاجتماعي. كمان خلينا نقول لكم ان احنا اتكلمنا شويه مع اعضاء الجمعيه العموميه وكان في حاله كبيره جدا من التفاؤل بين اعضاء الجمعيه العموميه، وان شاء الله ان شاء الله كل الناس هنا متفائله. والناس يمكن قابلت ناس كتيره جدا قالت انها كانت متواجده يمكن في نهائي القرن هنا في مقر النادي بالجزيره، وتيمنا بهذا الامر جت تاني عشان تتفرج هنا من قلب النادي. اما بالنسبه للتوقعات فكل الناس يعني حط امل كبير جدا على محمد مجدي قفشه مره اخرى لتسجيل قضيه، ويمكن كلمه القضيه اتكررت كتير جدا في ما بين الاعضاء هنا لما حبينا نسالهم. دي كانت ابرز المشاهد هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. شكرا ليك جدا والعوده مره اخرى الى الاستوديو. انه من اهل الجزيره نروح لزميلنا محمد توفيق من اهل مدينه نصر. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن شوقي، تحياتي لحضرتك ولكل ضيوفك في الاستوديو وكباتن مصر والنادي الاهلي. معاك من هنا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، واجواء اكثر من رائعه. على كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا في الفرع من بدري جدا، كمان عطله نهايه الاسبوع والنهارده الخميس ده ساعد يمكن عدد كبير جدا من الاعضاء. التوافد دوت عامل اجواء اكثر من رائعه هنا داخل الفرع كابتن ايمن. ده طبعا قبل من الاداره التنفيذيه هنا بمدينه نصر بسلالات اكثر من رائعه، عدد كبير جدا من الشاشات اكثر من ثلاث شاشات عملاقه، كمان عدد كبير جدا من المقاعد. كمان اداره الامن ساهمت في دخول وخروج الاعضاء بشكل اكثر من رائع. طبعا الشكر موصول لرجال الداخليه على تامين الفرع بجميع بواباته. كمان حاله كبيره جدا من السيوله المروريه هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وده يرجع الفضل ليه طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي اللي افتتح الباركنج الخاص بيه بفرع النادي هنا في مدينه نصر. دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بتحقق نتيجه ايجابيه، وان شاء الله يبقى اللقب الثامن والثلاثين النهارده. كابتن ايمن من هنا من مدينه نصر كمل حضرتك. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق، ومن اهل مدينه نصر الاهلي الشيخ زايد، وزميلتنا سالة حامد. اتفضل يا سالة. مساء الخير يا كابتن ايمن، طبعا في البدايه برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو، الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن علاء ميهوب والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن حاليا انا متواجده داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد عشان انقل لكم كل الامور هنا واستعدادات اعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم، مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر في نسخته الماضيه طبعا يعني موسم 2020 2021. يمكن خليني اقول لك يا كابتن ايمن يعني الاستعدادات هنا يمكن اداره النادي موفره يعني اكتر من 1500 كرسي لاعضاء النادي الاهلي عشان الكل يتابع المباراه بشكل جيد. كمان في اكتر من شاشه عرض هنا يعني بخلاف الشاشه اللي انا واقفه عندها، في ثلاث شاشات يعني موجوده في فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. وشكرا يا كابتن ايمن، بشكرك جدا. شكرا. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا.